الغني منهم فاضلا، والجاهل منهم متعلما، والمتعلم منهم عالما معلما. فعلموا الدنيا في 25 سنة لن يبقى موضع قدم على الارض فيه بشر الا وحد الله مما راى من عظمة الاسلام وعدالته وكرامة الانسان فيه وشرع الله عز وجل المنصف لكل بني ادم. من بيت ما رباهم عليه النفوس والنوايا في القيام والقعود في الاتيان والادبار في البيع والشراء في العبادة وفي المعاملات في الأخلاق والأذواق. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا 3 على كسبان المسك يوم القيامة لا يغلبهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. رجل تعلم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده. قام به بالقرآن يطلب ما عند الله مش عند الناس ولا في نص ولا في الأرض ولا بدنه ولا المنصب ولا الكرسي ولا الشريك. يطلب به ما عند الله وجه الله ومعنى بالقرآن. الثاني ورجل نادى أذن في كل يوم وليلة 5 صلوات يطلب بها وجه الله لا يريد بأذانه إلا وجه الله عز وجل. مش هتقول مين الصوت الحلو ولا مين ده ولا مين ده، لا لا، يبتغي بذلك ان يجمع المؤمنين على الركوع والسجود لعظمه الله وجلاله. والثالث من اهل الجنه ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعه ربه. مملوك عبد ملوش اراده يا عيني، معندوش قدره يا عم، بيع بيع العبيد في الاسواق فسلبت ارادته وسلبت حريته، وكان ذلك من عادات الكفر والجاهليه والغطرسه والجبروت. وجاء الاسلام ليحرر العبيد من عباده من العبوديه للبشر الى قوه الشخصيه والعزيمه والعبوديه لله رب البشر سبحانه وتعالى. ومملوك لم يمنعه رق الدنيا من طاعة ربه مع كل ذل الأوامر من أسياده من البشر، لم يمنعه ذلك أن يطيع الله مهما كانت الظروف والشدائد. أولئك الرجال الأوائل الأبطال أصحاب الشخصية القوية أصحاب الإرادة والقرار الذين يسمعون ويطيعون لله ولرسوله في كل الاوقات وفي كل الظروف في الصلوات وفي الحياه وفي المعاملات لا يغلبهم الفزع الاكبر ولا يفزعون اذا فزع الناس وهم على كسبان المسك يوم القيامه. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وثبتنا على منهجهم يا اكرم الاكرمين. اللهم امين يا رب العالمين. عباد الله، يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اي وحدوا الله عز وجل قولا وفعلا. ان اتقوا الله، اعرفوا حقوق الله عليكم، هذا هو الركن الاول. والركن الثاني أقيموا شرعة الله عز وجل، تعرفوا على حلالكم وحرامكم في دينكم وأقيموا به منهج الله عز وجل ليرضى به ربكم عنكم. فإذا كنتم على هذين الركنين العقيدة
الإيمان والعمل، القول والفعل. ضمنت أن يبارك في أبصارك، أن يزيدهم، أن يصلح أحوالهم. قال ربنا في القرآن العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل وعدك الله بالحصانة الربانية والحماية الإلهية، أن يفرج كربك ويصلح شأنك ويبارك في رزقك، بل وعدك أن ينجيك من اختبارات الحياة في الدنيا وفي بنيها، وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وأهوالها، فكم يسقط الناس فيها إن لم يكونوا قد عرفوا حقوق ربهم عليهم وأدوها عقيلة، وإن لم يكونوا قد فقهوا دينهم حلالا وحراما وأحكام شريعة، يسقط الساقطون في هذه الفتن. ونحن في عصر الفتن والزمان، وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، إلى أن تكون الساعة تقرأ وتسمع أخبار قد لا يلتفت لها أحد، لكن القرآن أمرنا أن نلتفت لها. خبر قرأته بالأمس: جهات الأبصار من عالم وهيئات ومعارك تقول الكرة الأرضية على نوع مع خسوف القمر ينقل من درجة تقريبين، خسوف القمر، وهذا هو الخسوف الثاني الذي يحدث في نفس العالم. ونفس علماء الأبصار والهيئات والمعاني يقولون في الفلك والفضاء، يقولون الكرة الأرضية على نوع أيضا مع كسوف الشمس، الكسوف الثاني في هذه السنة سيكون يمكن الطلوع الجاي. الله عد الخبر وتقول أخبار طقس، يبقى أنت ما عندكش إيمان. عد الخبر وقول نعرف درجات الحرارة والموقع الجغرافي والأحوال الطبيعية، يبقى أنت ما عندكش إيمان. عد الخبر من غير ما تفتكر الدار الآخرة، يبقى أنت ما عندكش إيمان. ما أتعامل مع هذا الخبر إزاي؟ أتعامل معه مع قول الله تبارك وتعالى وافتكره في قول الله تعالى: فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزن إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر. خبري وزن فيه أخر أمنت بالله وأمنت بكلام الله وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة فيه معجزات من علامات الساعة تظهر تعدد الكسوف وتعدد الخسوف من علامات الساعة، وتغير أحوال الجو والمناخ، كل ذلك من علامات الساعة، مش غضب الطبيعة ولا تغير الطقس ولا قرارات هيئات الأبصار، لكنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن تلك علامات لمن يريد أن يجتهد ويستعد ليوم العرض على الله، علامات تتذكر فيها مصداقية القرآن ومصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم